القضية لنا هي قضية عاجلة. أكثر من 60 سنة يفق الاستعمار، عاودنا نرجو ظننا أن هذا الاستعمار راه جا أرحم زقير مخزن. إذا شفنا غير حاجة، ما الفرق بين الاستعمار استعمار داخلي والاستعمار خارجي؟ كنا نغور النقط بحالنا نق التاريخ النقط بحالنا نق كل شيء من الجن نغويز من الجن سن أرينا نقضي اسم غن سن أكسينا نغقر النقط سهج عنانا كل شيء تعاد الناس عمود واحد شكوا بيت كا ناس متي تاوين تسلا برك دين مك كرس دين مك المالي غي نتسلا حان الوقت القاسم كفز الحقرة كفز الإقصاء كفز التهميش مشنين أرى أنت عيش ذي حواريين أرى غانسقوا موافنا غانسقوا تنسبوا سنو نهار الصباح تقلنا حاكين تقلنا غسوا عشبان قلوا سنو موافنا تقلنا كلمو ترجين قلوا سنو موافنا إنت سنو استعمال تاسي وانيتي انت شنو استعملت اسي والو 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 السيس غنتخنا قال لكم جو الامكانيات شن المهاجرين النغيتين كي الخارج وستمش على السيف الملايير تنعاشين غانا ربحا وستمش على السيف تنعاشين المواريث نغي سكين كسين غقلنا مارس نخنق الحقرة مارس نخنق التهميش نانغ الهوية لذلك الحل هو أنه نشنقى أن مونك وهوية أن تحد ما لا يمي خلوث في الحبس وعلى قنق على العهد.